لقد قررت غزو القسطنطينية، وكما قلت لكم لن تفتح إلا على يد ملك اسمه اسم نبي. وبذلك نتفائل، لعله أنت يا أمير المؤمنين. كانت أبرز الحملات العسكرية والفتوحات في عهد سليمان بن عبد الملك فتح مدينة الصقالب قرب أرض البلغار، وحصار القسطنطينية بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك، وغزو دهستان وجرجان وطبرستان على يد يزيد بن المهلب، وغزا الوليد بن هشام مع عمرو بن قيس الكندي، غزا بحملة على أهل أنطاكيا، ووصل إلى ضواحي القسطنطينية، وسبى وقتل الكثير منهم، وأسر منهم الكثير. وبينما توقفت الفتوحات في بلاد ما وراء النهر بعد مقتل محمد بن القاسم الثقفي، لكن استطاع الولاة من بعده المحافظة على ما تحقق من فتوحات، ووقفوا ضد حركات التمرد والثورات التي قام بها الأمراء الهندوس. فقد حاول بعض الأمراء استرداد إمارتهم، وبصفة خاصة ابن داهر ملك السند الذي حاول استرجاع ملك آبائه وأجداده، ولكن حبيب بن المهلب الذي ولاه سليمان بن عبد الملك السند لم يمكن ابن داهر من استرجاع ملك آبائه. كذلك توقفت الفتوحات على حدود الصين عند كاشغر بعد مقتل قتيبة بن مسلم، ولم يهتم والي خراسان الجديد يزيد بن المهلب بغزو تلك المنطقة. أما في ولاية الأندلس فنتج عن مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير فترة من الاضطرابات، ومكث أهل الأندلس شهورا لا يجمعهم وال ولا ملك، حتى اجتمعوا على أيوب بن حبيب اللخمي، لكنه لم يمكث طويلا فعين سليمان الحر بن عبد الرحمن الثقفي، فنقل مقر الإمارة من إشبيلية إلى قرطبة، واتجه إلى الشمال الشرقي فغزا نواحي أربونة، فانتصر وعاد بغنائم كثيرة، ولكن استغل بلاي انشغال المسلمين بالشمال الشرقي، وقاد تمردا في الشمال الغربي، وأسس بما يعرف بمملكة أوسترياس، فعاد الحر عازما على محاربة بلاي، لكن توفي سليمان في ذلك الوقت، وعزل عمر بن عبد العزيز الحر وولى مكانه السمح بن مالك الخولاني. أما عن فتوحات سليمان في الجبهة الأخرى، ففي عام 97 هجرياً غزا يزيد بن المهلب دهستان من على الساحل الجنوبي لبحر قزوين، فحاصرها وقاتل عندها قتالاً شديداً ولم يزل حتى تسلمها، وقتل من الترك الذين بها وكانوا 4000، وأخذ كثيراً من الأموال والأثاث والأمتعة. ثم سار يزيد إلى جرجان ومعه 120,000 مقاتل، منهم 60,000 من جيش الشام، فاستنجد ملكها بالديلم، فقاتلهم يزيد بن المهلب وقاتلوه، وقتل محمد بن عبد الرحمن ملك الديلم وانهزموه. ثم صمم يزيد بن المهلب على محاصرة جرجان، وما زال يضيق على صاحبها حتى صالحه على 700,000 درهم، و400,000 دينار، و200,000 ثوب، و400 حمار، و400 رجل، على رأس كل رجل ترس وعلى الترس طيلسان. وكانت جرجان هذه قد افتتحها سعيد بن العاص صلحا على أن يؤدوا الخراج في كل سنة، فكانوا يحملون في كل سنة 100,000، وفي بعض السنين 300,000، ويمنعون ذلك في بعض السنين، ثم امتنعوا بالجملة، فغزاهم يزيد بن المهلب وردها صلحا على ما كانت عليه في زمن سعيد بن العاص، وسبى أهلها وغنم ما فيها، وكتب إلى سليمان بالفتح. ثم عاد يزيد إلى خراسان وولى على مدينة جرجان أحد رجاله، ثم عزم يزيد على المسير إلى طبرستان، وكانت على مقدمة جيشه سرية من 4000 مقاتل، فلما التقوا اقتتلوا قتالا شديدا، وقتل من المسلمين في المعركة 4000، ومع ذلك أصر يزيد على فتحها، فظل يحاصرها حتى صالحه ملكها على 700,000 في كل عام. ثم عزم سليمان على غزو القسطنطينية، وقد تحدثنا عن حصار القسطنطينية في فيديو خاص في القناة، وذلك الفيديو هو فيديو مفصل عن غزو القسطنطينية، يمكنك مشاهدته إن أحببت.
المهم، استشار سليمان موسى بن نصير ومسلمة بن عبد الملك عن ما يغزو أولاً القسطنطينية مباشرة أو يقوم بفتح مدن الروم مدينة بعد مدينة. فكان رأي موسى أن يفتحوا أرض الروم شيئاً فشيئاً، أما مسلمة فعرض عليه أن يحاصر القسطنطينية مباشرة من البر والبحر حتى يفتحها المسلمون غصباً عن أهلها أو يدفعوا الجزية ويستسلمون. فوافقه سليمان الرأي وأخذ رأي مسلمة، وبعدها بدأ سليمان يجهز الحملة بشكل رسمي. وبذات الوقت أطلق سليمان عدة جيوش لغزو بلاد الروم، وذلك ليقوم بإلهاء الروم ويبعد أنظارهم عن الهدف الرئيسي، حيث أرسل ابنه داود بن سليمان على رأس فرقة من المسلمين، فغزوا وفتحوا حصنا اسمه المرأة. ثم غزاهم مسلمة بن عبد الملك ففتح حصن ابن عوف وحصن الحديد وبرجمة، وغزا عمر بن هبيرة بلاد الروم أيضا من البحر، وذلك كله كان في عام 97 هجريا. ولتجهيز الجيش أمر سليمان بصناعة سفن جديدة بمصر لدعم الأسطول البحري، وقام بجمع أسلحة وآلات وأدوات الحرب والحصار مثل المجانيق والعرادات. ثم انتقل سليمان لمرج دابق، وهناك جهز سليمان جيشا بريا ضخما من شتى بقاع الشام والجزيرة الفراتية والموصل، ومتطوعين للجهاد من شتى أراضي المسلمين. وخرج أيضا للمشاركة بالغزو جماعة من فقهاء وعلماء أهل الشام والعراق. وبعد الانتهاء من تجهيز الجيش عين أخاه مسلمة بن عبد الملك قائدا عاما على الجيش البري والبحري، وجعل عمر بن هبيرة قائدا على الأسطول البحري. وكان سليمان ينوي أن يغزو القسطنطينية بنفسه، ولكنه كان مريضا جدا، لذلك ولى مسلمة أمر الغزو بدلا عنه. وعسكر سليمان في مرج دابق حتى تفتح القسطنطينية أو يموت هو على ما هو عليه، فبقي مرابطا هناك طيلة فترة الحصار. وأخرج سليمان العطاء للجيش وأنفق أموالا كثيرة من الخزائن في سبيل تجهيزه، وأخذ مسلمة معه ما يحتاجه من مواد تساعده على نجاح مهمته من مؤن وأخشاب لإقامة بيوت تحمي المسلمين من شتاء القسطنطينية القارس، وكل ما يحتاجه لأجل الحصار. قام مسلمة بن عبد الملك بنصب المجانيق الضخمة على المدينة وأخذ يضربها، لكن ردته مناعة الأسوار ومهارة المهندسين الروم في ترميم ما يتهدم منها بسرعة. والقسطنطينية مدينة حصينة جدا، كما هبت عاصفة عاتية حطمت عددا كبيرا من السفن الإسلامية، فانتهز البيزنطيون هذه الفرصة وأحرقوا عددا كبيرا منها بالنار الإغريقية. ولكن عجز الجيش الإسلامي عن تطويق الجبهة الشمالية للعاصمة البيزنطية، مما مكن المدينة من الاتصال بسواحل البحر الأسود التي أمدتها بحاجاتها من الغلال والمؤن. وفتك البرد القارس بعدد من الجنود، وهاجمهم البلغار من الجانب الأوروبي باتفاق مع الإمبراطور الرومي. وفي هذه الأثناء توفي سليمان بن عبد الملك، واعتلى عمر بن عبد العزيز سدة الخلافة، فأرسل كتابا إلى مسلمة يأمره بفك الحصار والعودة إلى دمشق. ففعل الأخير ما أمر به، وقبيل انسحاب مسلمة أبرم صلحا مع البيزنطيين، وتعهد البيزنطيون بموجبه بالمحافظة على المسجد الذي بناه مسلمة هناك.